تصريحات للمحافظ الجديد للبنك المركزي السيد فتحي النوري الأستاذ الجامعي في الاقتصاد، تصريحه في موزايك بتاريخ 1 جوان 2023 تناقض السياسة الرسمية الحالية. نذكر سريعا السيد محافظ الجديد النوري فتحي النوري هو رقم 14 في تاريخ البنك المركزي التونسي منذ إنشاء عام 1952. سيد النوري هو حاصل على دكتوراه دولة في علوم اقتصادية اختصاص اقتصاد الطاقة من جامعة باريس 2 السوربون منذ سنة 87. هو أستاذ تعليم عالي في العلوم الاقتصادية، تحصل كذلك على الإجازة في العلوم الاقتصادية اختصاص تخطيط من كلية العلوم الاقتصادية، وأهم من ذلك هو كان عضوا بمجلس إدارة بيهاتش بنك 23 يعني هنا وعضو مجلس إدارة البنك المركزي التونسي فترتين نيابيتين متتاليتين 2016 و22. تصريحاته 1 جوان 23 نسمعه مستضفه، وأعطي الكلمة مباشرة للأستاذة جنات بن عبد الله. أهلا وسهلا بكم. يلا، لكن احنا في حاجه للاموال باش تجينا اموال خارجيه باش نمولوا الميزانيه نتاعنا نتاع 23 ونجيبوا دونك الصعوبات اللي جاتنا في 24. ما نجموش اليوم نقعدوا في وضعيه شنو غادي نقول لك انا، ما نتعاملوش مع صندوق النقد الدولي. باهي، ثم شنو البديل؟ ثم السياسه يسموها عملتها مارغريت تاتشر قبل تينا، ذير از نو الترناتيف، ما عنديش بديل. شنو البديل صندوق النقد الدولي؟ أنا ماذا بيه ما تعبلوش مع صندوق النقد، خاطر يفرض عليا عنده بناء شروط اللي ما تتأثر على السلم الاجتماعي. شنو البديل؟ شنو البديل؟ الأسواق الخارجية ما عادش نخرج لها، الأسواق العالمية ما عادش نخرج لها، الميزانية نتاعي معناها نسير فيها بصعوبة. كل الآليات استعملناها الداخلية استعملناها، السوق الداخلية مشينا لها، البنك المركزي مشينا له. اليوم عندك اقتصاد يلزم يدور، الاقتصاد هذا ما يلزمش يدور كان بفلوس تونس برك، ما يلزمش كان بالدينار، لازم يدور بالدينار وبالدولار وباليورو وبالوحده. دونك يلزمني نخرج للعالميه وتدخل تتفاوض مع معناها المنظمات الدوليه المانحه هذه، مش على كيفك انت تتفاوض، لكن زاد مش على كيفك يفرض عليك زاد شروط، ثم شروط غير مقبوله، لكن زاد كذلك ثم كما قلت فلا آليات أخرى نجمو نستعملوها، ثم برشا حاجات. الدوره الاقتصاديه ماهيش بتدور بسهوله هذيك، راهو تسير الاقتصاد مش بسهوله، ما تعملش بطريقه شعبويه، ثم ضوابط وثم قوانين وثم فهمت عندك برلمان في اغلبيه تكون الحكومه من الواحد. اذا كان الحكومه تفشل في اداره الشان العام في البلاد وفي الشان الاقتصادي وتقعد ديما كل عام دونك تقدم لك معناها ماليه عموميه وتقدم لك ميزانيه ديما فيها ديفيسيت وديفيسيت ساكوميول، اش معناها؟ معناها هذا سوء تصرف، هذا معناها شنو انا شنو نحب نسميه؟ معناها رداءة في الرداء. تحب البنك المركزي مول الرداء؟ شو تحب المول المركزي؟ يعني كي نعطيك فلوس اكثر من حاجيتك، نعطيك فلوس اكثر من حاجيتك، اش معناها انت؟ شو تحب؟ تحب البنك المركزي يعطيك الفلوس، اي ويعطي البنوك والبنوك تعطيك الفلوس، ايش معناها؟ معناها تقول لي انت ما عندكش انتاج، كي ما عندكش انتاج نعطيك نعبي لك فلوسك، نعبي لك مكاتبك بالفلوس ونسيبك في صحراء ما فيها حتى شيء. ما مش معقول، معناها باش تولي تجيب التضخم، نعطيك معناها حاجه اكثر من انتاج البلاد. تورجي بنا التضخم، والتضخم اكبر كارثه، بو تعرف معناها من الامراض اخطر الامراض في مصر الاقتصاد هو التضخم. علاش جميع دول العالم البنوك العالميه ما تعملش هذه البنوك المركزيه؟ لانهم الكل يخافوا من التضخم، انت توا التضخم عنده عامين شد، الضحايا نتاعو في الاقتصاد اكثر من الضحايا نتاع كورونا اللي تشوف فيهم. انت العجز نتاعك جاي مش من الاستثمار، جاي من سلوكك، سلوكك اللي هو سلوك غير عقلاني وسلوك ما نجمش يؤدي للجدوى الاقتصاديه. لازم يفهموه، لكن انت وقت تحط رؤساء حكومات لا علاقه لها بالاقتصاد ولا علاقه لها بتسيير شؤون ولا واحد، كيفاش تحب نوصل لنتائج ايجابيه؟ احنا شنو مشاكلنا؟ هي تراكم شنو؟ تراكم سوء التصرف، منين جاي سوء التصرف؟ من الناس اللي حاطين ما مش قادرين يفهموا الاقتصاد، مش قادرين كيف تدار الشان الاقتصادي في الدول نتاعهم. ونوصلوا دوك النتائج هذه اليوم بعد ما نركضوا في الحلول السهله نمشيو للبنك المركزي نحملوا مسؤوليتي فيها ونقولها معناها كيفاش يقولوا فيها هزوا يديكم على البنك المركزي يزي ساسيوفي، هزوا يديكم على البنك المركزي يزي ساسيوفي، هزوا يديكم على البنك المركزي يزي ساسيوفي، هزوا يديكم على البنك المركزي يزي ساسيوفي. سيده جنات، هزوا يديكم على البنك المركزي ساسيوفي قبل تشهور هذا. نعم، لكن الكلمة كيف أعدت الاستماع يعني للحوار هذايا، أكيد كانوا التعليق بتاع الناس الكل ثم تقاطع ما بيناتنا. على كل مانيش باش ندخلوا توا اليوم على الترخيص اللي القانون بتاع الترخيص على البنك المركزي والجدل اللي تفتح الناس الكل يعني أغلب يعني هناك جوقة كاملة تقول لك احنا مع قانون استقلالية البنك المركزي وضد قانون الترخيص للبنك المركزي. خلينا ننطلقوا من تونس حسين، شو الوضع الحالي التونسي باش يتميز؟ بلد في أزمة اقتصادية،
بلد عنده نسبة نمو 0.4% خلال سنة 2023 والسنوات السابقة زاد كيف كيف في 0.6 صفرية، يعني نسبة نمو صفرية. أربعة سنوات. نعم نعم، يعني من وقت قانون استقلالية البنك المركزي إلى اليوم ما عندكش استثمار، ما عندكش خلق ثروة، وما عندكش نمو. على كل قلنا نسبة نمو صفرية، قلنا أزمة مالية، عندنا عجز يعني غير مسبوق وقياسي للميزان التجاري اللي وصل عم ناول 38 مليار دينار. كيفاش خلصتها الدولة؟ كيفاش بازالت باش تخلصها؟ منين باش تجيب العملة الصعبة؟ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا ندري هل هي يعني متوقفة، هل هي معلقة، هل هي منقطعة، ما نعرفوش. إذا هذا القرض اللي كنا ننتظره فيه وكان هو مبرمج منذ سنة 2020 لم يصل بعد. الوضعية هذه كان أمامه وعندك قروض تحب تلتزم بتسديدها، شو كان ما هي السيناريوهات اللي كانت مطروحة على تونس لاقتصادها ووضعيتها تتميز بكل هذه المؤشرات؟ إما مواصلة يعني الاقتراض من البنوك المحلية لأنك ما تجمش تخرج على السوق المالية وما عندكش قروضات على المستوى الثنائي والمؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي ما ثماش يعني قروض من عنده. إذا أما مواصلة التعامل مع البنوك المحلية بمقتضى قانون استقلالية البنك المركزي اللي بنع على البنك المركزي التمويل المباشر لميزانية الدولة وأعطى المهمة هذه للبنوك المحلية بنسبة فائدة المعمول بها في السوق. و الدولة اقترضت في السنوات الأخيرة من عند البنك من عند البنوك المحلية ب 10% 9 فاصل. كي ناخذ كي تونس اليوم تاخذ 3 مليار دينار من عند البنوك المحلية بالشروط اللي خذاتها من عند، يعني وش شروط كاملة يعني بالنسبة لمدة التسديد. إذا كان الدولة تقترض باش ناخذ المثال 3 مليار يعني دينار اللي خذاتهم باش شدت بهم القروض في المدة هذه شهر فيفي، 3 مليار دينار على 10 سنوات وبنسبة فائدة تناهز 10% تاخذ باش يرجعها المواطن؟ نعم 6 مليار دينار الضعف بعد 10 سنوات. القرض هذا باش يعني يخلصوا المواطن الضعف، يعني ثراء البنوك على حساب المواطن. هذا السيناريو الأول، أي مواصلة العمل بقانون استقلالية البنك المركزي أو الإعلان عن عدم قدرة البلاد على التسديد باعتبار ما عندهاش افلاس، يعني الصعبة افلاس افلاس. الافلاس يعني ايش قلنا احنا؟ افلاس الدولة هو الاعلان عن عدم قدرتها على تسديد القروض الخارجية في يعني اجالها، او يعني ايش تعمل؟ تلتجأ الى بيع اصولها، بيع الموانئ، بيع مثلا مطار تونس قرطاج باش تاخذ العملة الصعبة وتسدد بها قروضها الخارجية، أو اللجوء إلى البنك المركزي والقطع مع قانون استقلالية البنك المركزي. نفتح قوس هوني أنا حسين، أردوغان يعني رئيس تركيا عنده هو بيدو قانون استقلالية البنك المركزي و تولى إقالة 3 محافظين متاع البنك المركزي متاعه. وعلاش؟ لأنهم قاعدين يطلعوا في نسبة الفائدة باعتبار عند نسبة التضخم مرتفع، وكان ديما يعيط ويصيح يقول لهم نقصوا لي في نسبة الفائدة، راني عندي بطالة، ما عنديش استثمار، لابد من خلق الثروة، لابد من التشغيل، وما كانوش يستجيبوا ليه باعتبار هم يحتميوا للقانون. يعني انت تحب توقف القانون هذاك بقانون يعني يجم يوقفوا ونسكر القوس نتاع أردوغان. ولكن أردوغان بعد ذلك رجع عنده عام رجع على السياسة هذه باش نحطك في الموضوع. نعم. على كل يعني هوني لابد أن نخرج على الأقل من الأشياء التقليدية. اليوم كان أمام تونس أما تبيع المطارات والموانئ نتاعها باش تتحصل على يعني العملة الصعبة، باعتبار أن احنا العملة الصعبة منين جينا؟ جينا من تحويات التونسيين بالخارج،
تجينا من مداخل السياحة ومداخل السياحة ما نعرفوش عليها دخلت ما دخلتش، الأرقام موجودة، ولكن محافظين البنك المركزي السابقين كانوا ديما يتسألوا ويدي مداخيل نعم. السياحة. الفوسفات يعني احنا عندنا عجز تجاري فوسفات، عاجز عن تغطية حاجياتنا من العملة الصعبة. إذا أمام الوضعية هذه شو كان أمام الدولة؟ كان أمام يعني احنا يعني اليوم الخطوة اللي عملها قيس سعيد بإصدار قانون الترخيص للبنك المركزي بالتمويل المباشر للميزانية هي خطوة بالحق أنقذت تونس. وهوني ما لازمناش ننساو راهو هناك تداعيات سلبية حتى حد ما ينفيها، ولكن هذه التداعيات بالنظر إلى السيناريوهات يعني السابقة وخاصة بيع الأصول يعني وممتلكات الشعب التونسي ممثلة في الموانئ والمؤسسات وإلا في مطار تونس قرطاج، يبقى يعني السيناريو هذايا تاع الترخيص للبنك المركزي هو أقل يعني واحد فيه أضرار باعتبار طيب أن جميل. هذه الآلية آلية التمويل المباشر للبنك المركزي يعني للدولة التداعيات نتاعو اللي يحكيوا عليها هما التضخمية. أنا نذكر هوني قبل 2016 ما كانش عندنا قانون استقلالية البنك المركزي رغم أن الفصل 25 كان منصوص عليه في قانون نتاع يعني 1987 الملقح في نعم. سنة 2006 ولكن لم يكن معمول به. هوني نذكر كون قبل 2016 كان البنك المركزي يعطي تسبقة سنوية محسوب في بداية كل عام للدولة لميزانية الدولة في حدود 5% و10% من المداخيل يعني الجبائية السابقة. اليوم إذا كان نشوفوا احنا يعني بمؤشرات الحالية تاع سنة 2023 المداخيل يعني الموارد الجبائية للدولة المباشرة وغير المباشرة قدرت بالنسبة لسنة 2024 قدرت في حدود 44 مليار دينار. طيب جنات الفكرة اسمح لي الفكرة واضحة نعم. أنت قلتي الآن تتصلين أنت لفكرة حلطة السعيد في أنه تقولي أن لو اخترع ما العلم مقتضى 7000 مليار تقولي هو نعم. أخف الأضرار نعم. هذا الكلام اللي تقولينه ما تصورش انه سيف فتح النوري استاذ الجامعي استاذ جامعي استاذ تعليم عالي اقتصاد كان خافي عن قال بوضوح هو ايش قال؟ قال السياسه هذه سياسه الاقتراض هذه باش تبرك البلاد وقال كل حكومات العالم تتجنب مش خافي عليها انه تجبد نقول اما الصره بتاع البنك المركزي قال لا قال لكن تتجنبها خوفا من التضخم وقال كلمه مهمه قال ان التضخم ضحايا التضخم قال أكثر من ضحايا كورونا. نرجع لك اسمحني لا 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 سامحني هوني أنا نذكر سيد المحافظ البنك المركزي البنك الأوروبي البنك المركزي الأوروبي اللي هي على رأسه كريستين لاغارد اللي كانت المديرة العامة السابقة صندوق نقد دولي تذكروا في جائحة كورونا الأموال اللي ضغطها يعني البنك المركزي الأوروبي للدول الأعضاء وضخت أموال باش يوقفوا الاقتصاد نتاعهم ويوقفوا المؤسسات الخاصة لكن الاتحاد الأوروبي كان يرتكز اسمح لي على اقتصاد ألماني قوي مش في وضعيتنا احنا. نرجع للجنات